مسجل روماني ها فريزي شنو سعره عمي سامر؟ 14 مليون. ايش طالبين عليه؟ والله طلبوا 15. متابعينا الاكارم حياكم الله في كل مكان، متابعين الشرقيه للمواشي على اليوتيوب اليوم اخواني 2/9/2024 احنا متواجدين في سوق الابقار، سوق مشرفه في محافظه الحسكه في سوريا. نشوف حركه السوق بشكل عام وتفصيلي، خليكم معنا ولا تنسى الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك ان لم تكن مشترك بالقناه. شوف مع عمي سعيد حركه السوق. تحيه عمي سعيد. الله يبارك فيك. شلونك؟ الله يحفظك. شلون السوق عمي يا سعيد؟ السوق اليوم كويس ماشي حاله. جيد. صار اسبوع ماشي حاله كويس. ان شاء الله. نشوف شنو الاسعار عندك عمي سعيد. الاسعار هاي علي. شوفوا سند. ايش قد عمي سعيد هاي؟ هاي الشهر داخله بالسابع. داخله بالشهر السابع شهر. ايوه صارت 31. 31 مليون. هذا العجل 16 مليون. هذا العجل 16 مليون. البكر العناب 18 مليون. هاي بكرة 18 مليون انباعت. نعم. هذا اللي عندك. عندنا بقرة كمان. بقرة شبيش انباعت؟ والله يا عالموس بعناب 5 ملايين على الموس. الله يجزاه خير عمي سعيد. بارك الله فيك. نتابع اخواني مع عمي عمار. يا عمار. 12 ونص. شو لحم؟ بيش بيع عمي عمار؟ البيع بيش؟ 13 بيع لحم. هذا شنو وضعه؟ هاي عجل. عجل 11 مليون. بيش بيع ابو سنة؟ ايش قد البيع عمار؟ ب 12 بيع. عمي شلة تحياتي لك. شوف شنو عندك عمي شلة؟ عندنا هاي الجبه. الجبه النظاميه صارت 23 مليون. 23 مليون. حليب 10 كيلوات مكفوله. 10 كيلوات مكفوله. ايه. ايش قد الطلب عليها؟ والله احنا نريد 25 صارت ب 23. نعم. طيب هذا هذه بكر. بكر بكر عصره صارت ب 16 مليون و700. 16 و700. ايه. نعم. والطلب عمي شلن؟ والله الطلب قلنا على 17 نجوز. نجوز اي نعم. هذا شنو؟ هذا عجل. عجل. شنو سعره شنو طلبه؟ والله طلبنا 15 انطونا 13 ونص. اعطوكم 13 ونص مليون. حاليا ايه. والطلب 15 نعم. الطلب 15. نعم. 12 مليون. 12 مليون. بكر. 12 ونص نبيع. 12 ونص نبيع. ايه. نعم. هذا منو هذا؟ ابو تركي هذا؟ عمك ابو تركي. كبرني يا ابو تركي. هلا والله. الله يعين ابو تركي. نعم الكبر من الحرجال العيب عليه يصبغ. ونعم. اي ومنك. ونعم منك والله. صورنا والله صورنا ونشره على الفيسبوك. هذا 19 مليون. هذا العجل هذا صار 19 مليون واريده ب 20. والطلب 20. الطلب 20 ايه. يعني مو لحم هذا. صار 19 لا مو لحم هذا شغل ربط شغل. ايوه تماما. هلا عمي شلال بس سؤال. شو ما ياخذون مثل عجل مشان التلقيح؟ كله تلقيح اصطناعي. هذا جاء صار عليه طلب مشان تلقيح. صار به طلب. صار عليه طلب مشان بس اقول لك الطلب. سالني واحد قال اريده مشان تلقيح والله. إيه بس اقول لك الطلب ضعيف يعني عليه. الطلب ضعيف لانه اكثر شيء الدكاتره يعني تلقيح. تلقيح صناعي. تلقيح صناعي. ايوه تمام. الثلاثه. الثلاثه. الثلاثه ب30. ايه. العجوله اصغار. ما شاء الله عليهم زينات جيدات. اظن الربط تزبط امورها ان شاء الله. 30 مليون الثلاثه يعني 10 10. طبعا على بعض صار صار ما باع هسه صار هسه 15 مليون و500 سوري بكر صارفه هسه ما شاء الله عليها زينه نظيفه حلوه سودا لونها خشنه طيبه عند عمي جسر هاي والده وراها العجل الصغير مو؟ لا لسه عجل صغير وينو؟ ها غادي ايه عجل صغير ايه ثلاث ايام والده صار ثلاث ايام والده 42 مليون 42 مليون سوري السن عمي يا سامر؟ السن اول بطن اول بطن ثنية يعني ما شاء الله هذا عجل مو؟ بكر بكرية يعني 14 مليون و200 الدفع ما شاء الله طبعا الطلب اكيد 15 او اقل بشوي ايه مشان نعرف الطلب والدفع هذا الجمل صار 7 ملايين ونص 7 شوي حكي 7 ملايين ونص اللحم
هاي بقرة لحم ما شاء الله عليها. 26 مليون خليها مصلح. للقصاب نعم ذبح. نتابع اخواني جولاتنا داخل السوق بشير في سوق الابغار. عمي ابو حسان السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمه الله. عمي ابو حسان تفضل. شلون وضع سوق الابغار؟ والله الوضع وسطي. الطلب وين؟ الطلب حليب بشر عجل. بقر حليب ايه؟ بشرية ايوه وعجل. نعم يعني الطلب زين وسط وسط وفوق الوسط شوي. فوق الوسط. عندك شيء شوفنا شيء؟ ما بشي عندنا ابدا. هالبشر الخليل والله ما اعرف انا اسعاره شيء. ايوه ليه 15 ونص. ايوه ما شاء الله. الطلب 20 بشرية. هذا هو سوق الابقار في سوق مشيرفة. صورنا لكم كل شيء موجود داخل السوق. فاحنا نعتذر منكم مرة أخرى على تقصيرنا بتصوير سوق مشيرفة. كان سوق الأبقار ولا غيره. والله الظرف مو بالكيف. والله السوق لو إنه قريب علي مثل سوق البقرة يومية كان صورت به. بس السوق بعيد ويعني والظرف مو بالكيف يعني. وما عندنا واسطة وروحة وجاية على الحسكة والله صعبة علي. فاحنا راح قدر إمكاننا راح نتابع معاكم التصوير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. قدر الإمكان بالشيء المستطاع. الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن شاء الله. تحياتي لكم كل متابعين الشرقية للمواشي في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.